My name is Jack from JP. Today is our class assembly. First up is Zia Khalil for the presentation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ فأرسل عليهم طير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. جزاك الله جلال فل رسائل دعاء. علينا دیکھنے کی دعا اللہم انت احسنت خلقی فاسر خلقی. Now my class fellow will act on discipline. Good morning students.